لقد شهد القطاع الزراعي نهضة ودعماً غير مسبوق خلال الثماني سنوات السابقة. تمكنت الدولة المصرية من بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة وسط الأزمات والتحديات العالمية التي فرضت مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القدرة على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني. الآن كلمة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لقد أوليتم سيادتكم قطاع الزراعة أهمية خاصة مع تبني آليات ومشروعات ساهمت في تعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها، تدعيماً لبناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة، حيث أصبح بناء الأنظمة الزراعية والغذائية واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء، ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب، بل تعدد ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، لدرجة أصبح معها الغذاء سلاحاً في يد الدول المنتجة والمصدرة له، تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية وغيرها. ومن هنا ظهرت الحاجة الماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للشعوب من خلال تعزيز القدرة على تنمية الإنتاج الزراعي وتحسين قدرات التخزين والتوزيع والاستدامة. سيادة الرئيس، لقد تبنت الدولة المصرية استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة وقطعت شوطاً كبيراً في تحقيقها، إلا أنها ما زالت متأثرة بالعديد من التحديات، خاصة محدودية الأراضي المتاحة للزراعة، كذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية، فضلاً عن تأثير ظاهرة التفتت الحيازي. هذا بالإضافة إلى ما يشهده العالم من تحديات وأزمات عالمية، بدءاً من أزمة جائحة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية وزيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. ولعل المتابع لتأثير هذه التحديات على الأمن الغذائي نجد أنها خلقت أوضاع مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد في أسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد، مع نقص الإنتاجية في المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج خاصة الأسمدة والسلع والمنتجات الرئيسية، مع ارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين، مع انخفاض في مصدر العملات الأجنبية للدول. وهنا يجب الإشارة إلى أن الدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية، حيث لا تستطيع أي دولة أن تعيش بمعزل عن العالم وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم في المعاملات التجارية الدولية. لكن بفضل الله وبفضل النهضة الزراعية والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في التوجيه بتنفيذ مشروعات وإجراءات استباقية، مكنت الدولة المصرية من توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام لشعبها العظيم، وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة من أزمات وارتباك في مجال تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها، بل وصل الأمر إلى قيام بعض الدول بفرض قيود على استهلاك وتداول السلع الغذائية. وقد تمثلت الإجراءات الاستباقية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، خاصة المرتبطة بالزراعة واستصلاح الأراضي، استهدفت زيادة الرقعة الزراعية بحوالي 4 مليون فدان تقريباً. أيضاً
يضاف إلى ذلك محور التوسع الرأسي والذي استهدف زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج من وحدة المساحة من خلال استنباط أصناف وهجن متميزة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي، بالإضافة إلى تطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، مع الاتجاه نحو التوسع في الأصناف التي تتكيف مع التغيرات المناخية، وهو أمر جعل من الأصناف والهجن المصرية في أعلى مراتب الإنتاجية العالمية، خاصة من المحاصيل الاستراتيجية بالنسبة لوحدة المساحة. أيضاً سعت الدولة إلى التوسع في تنويع مصادر المياه عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر، مع الاتجاه الأمثل إلى استغلال المياه الجوفية. ولعلي لا أكون مبالغ إذا قلنا أن تكاليف إقامة هذه المشروعات مثل مشروعات التوسع الأفقي ومشروعات معالجة المياه وغيرها زي المشروعات الكبيرة المعروضة أمام حضراتكم، ولعلي لا أكون مبالغ إذا قلنا أن تكاليف إقامة هذه المشروعات وغيرها والجهد المبذول فيها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة ما زالت خالدة في ذاكرة المصريين. ولتدعيم الإجراءات الاستباقية سالفة الذكر وزيادة العائد منها، فقد تبنت الدولة المصرية مجموعة من السياسات والإجراءات الداعمة تمثل أهمها في تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية. لأول مرة يتم تدعيم منظومة الزراعات التعاقدية بالشكل المطلوب، أسعار ضمان، إعلان الأسعار قبل الزراعة بوقت مبكر، أيضاً الاستلام في وقت الحصاد بالأسعار المتداولة في حينه، أيضاً أضيف إلى ذلك دخول هيئة السلع التموينية كطرف متعاقد ومشتري، الأمر الذي أعطى ثقة للمزارعين والمنتجين على التزام الدولة بتنفيذ الزراعة التعاقدية. أيضاً كانت توجيهات سيادتك دايماً بالاعتماد على التآوي المعتمدة المحسنة، خاصة المحاصيل الاستراتيجية مع زيادة نسبة التغطية منها. على سبيل المثال كنا في 2020 كانت نسبة التغطية في التآوي المعتمدة من القمح على سبيل المثال 35%، الموسم الحالي اللي احنا بصدده الآن حوالي 70%، وإن شاء الله تغطية 2024 ستكون نسبة التغطية بالنسبة للقمح أكثر من 100%، يعني يبقى عندنا فائض للتصدير. وهذا الأمر بينطبق على الذرة، فول الصويا، عباد الشمس، القطن، الرز، المحاصيل الاستراتيجية كلها. أيضاً من ضمن الإجراءات الداعمة التوسع في الساعات التخزينية من خلال المشروع القومي لبناء الصوامع، واللي رفع قدرة مصر التخزينية من 1.2 مليون طن كطاقة تخزينية إلى 3.4 مليون طن، بالإضافة إلى الساعات التخزينية الموجودة لدى الجهات الأخرى كالبنك الزراعي وغيره، مكنت مصر من بناء احتياط استراتيجي وصل إلى 5.5 مليون طن. وأيضاً لرفع القيمة من الساعات التخزينية زي الصوامع، أيضاً سوف يتم الاستفادة من خلال التنسيق مع معالي وزير التموين وبتوجيه دولة رئيس الوزراء إن إحنا هننفذ الزراعة التعاقدية في الذرة وغيره، إن إحنا هنستفيد من هذه الصوامع في أيضاً في استلام المحاصيل وتدعيمها ببعض المجففات اللازمة. أيضاً كما دعمت الدولة محور إشراك المجتمع المدني وتعزيز دوره في تنفيذ المبادرات الوطنية التي استهدفت دعم الإنتاج الزراعي، منها مبادرة إزرع والتي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبالتعاون مع وزارة الزراعة لزراعة 150 ألف فدان قمح لدى صغار المزارعين في صورة نموذج تطبيقي تشاركي بين كل الجهات الفاعلة. أيضاً كما تدعم وزارة الزراعة التوسع في الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية والحملات القومية تدعيماً لملف الإرشاد الزراعي. إحنا السنة دي عاملين أكثر من 7000 حقل إرشادي للقمح، وإن شاء الله بنخطط هيبقى عندنا حقول إرشادية لأول مرة في محصول الذرة وعباد الشمس وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية. فخامة السيد الرئيس، ونحن بصدد تشريف سيادتكم لافتتاح مجمع إنتاج الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، ليضاف إلى ما تم من إنجازات جعلت مصر تسير بخطى ثابتة لدعم وتطوير البنية الأساسية وتحديث كافة الصناعات لخلق فرص واعدة للدولة المصرية في هذا التوقيت بالغ الحساسية، خاصة وأن مصانع الأسمدة في العالم بدأت في تخفيض طاقتها الإنتاجية تدريجياً
بسبب أزمة الطاقة وغيرها، في وقت تزايد فيه الطلب على الأزمدة لتدعيم ملف الزراعة. يعني سيادتك بالنسبة للمجمع اللي احنا بنفتتحه اليوم، العالم كله بدأ يخفض إنتاجه من الأزمدة، ولولا توجيهات سيادتك والرؤية المستقبلية والصاقبة لمثل هذا الأمر، التوجيه لإنشاء هذا المجمع، هناك نقص في الأسمدة على مستوى العالم، في طلب كتير نتيجة أزمة الغذاء وملف الأمن الغذائي، وبالتالي مثل هذه المشروعات بتضاف قيمة وبتحقق قدر كبير من الأمان لقطاع الزراعة في الدولة المصرية. وهنا أرجو أن أسلط الضوء على أهم ما ورد في بعض التقارير الدولية عن ملف الأسمدة. أشار تقرير برنامج الغذاء العالمي إلى أن الأمن الغذائي لنصف سكان العالم الذين يعتمدون على المحاصيل المنتجة بمساعدة الأسمدة المعدنية أصبح في خطر. أيضاً يتوقع كثير من المراقبين أن عام 2023 مرشح لاستمرار أزمة الأسمدة، حيث لا يزال المعروض يمثل مصدر قلق للمنتجين الزراعيين، كما يرى بعض المراقبين الدوليين أنه بسبب نقص الأسمدة فمن المتوقع انخفاض في الإنتاج العالمي من الذرة والأرز وفول الصويا والقمح، وقد أظهر ذلك بعض مواقع مثل موقع وزارة الزراعة الأمريكية اللي توقعت انخفاض في الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية لكثير من الدول التي تتأثر بأزمة الأسمدة. هذا وتتمثل الأهمية الاقتصادية للأسمدة في أنها تعتبر مكون رئيسي ضمن إجراءات دعم التنمية الزراعية المستدامة، أيضاً توفير احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة المختلفة مع توفير حصص تصديرية وزيادة النقد الأجنبي، أيضاً تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية الموجودة بالدولة مع حماية الوطن من التقلبات العالمية والتأمين ضد مخاطر الأسعار، بالإضافة إلى أن زيادة الطلب على الغذاء يتطلب نمو صناعة الغذاء. أما على صعيد أهمية الأسمدة للإنتاج الزراعي، فتعتبر توافر الأسمدة من أهم المحددات للتوسع في استصلاح الأراضي، أيضاً تعظيم الإنتاجية الزراعية من وحدتي التربة والمياه، أيضاً الأسمدة لها دور كبير في زيادة معدل التكثيف الزراعي والحفاظ على خصوبة التربة مع تضعيم قدرة النبات على مواجهة الظروف المعاكسة للتغيرات المناخية. وفي هذا الصدد نشير إلى أن ملف الأسمدة والتوسع فيه يحكمه مجموعة من المتغيرات مثل خصوبة التربة، التراكيب المحصولية، احتياجات النبات، نظم الري، التغيرات المناخية، حجم التوسع الأفقي والرأسي، أيضاً الطلب في السوق العالمي. وتماشياً مع ذلك ولضمان الاستخدام الأمثل للأسمدة وترشيدها وتلافي أي مخاطر تنشأ عن ذلك، فقد قمنا في وزارة الزراعة بالسير في إنشاء قاعدة بيانات لخصوبة التربة على مستوى الجمهورية لتحديد خصائصها وعناصرها المختلفة، تمهيداً لإعادة تقدير المقررات السمادية طبقاً لنتائج تحليل التربة. المعروض قدام سيادتك دلوقتي ده نموذج فعلاً حقيقي تفاعلي لموقع أرض في زمام قفر الجديد مركز الرحمانية محافظة البحيرة. هذه الخريطة من خلال البيانات اللي موجودة عليها بنقدر نشوف عمق المياه في الأرض، يعني على سبيل المثال هنا على عمق 119 سنتي ملوحة التربة قد إيه، الكربونات الكالسيوم اللي موجودة، سلوفات الكالسيوم الموجودة قد إيه، النيتروجين اللي موجود في التربة دي قد إيه، الفسفور، البوتاسيوم، أيضاً العناصر الصغرى زي الزنك والنحاس والمنجنيز وخلافه. نقدر بنعمل، إحنا بدأنا في تصميم هذا النموذج وإن شاء الله هنبدأ نكمله على مستوى الجمهورية، وقريباً يعني في خلال فترة قريبة جداً هنبدأ نطبقه على محافظة أو محافظتين عشان نقدر نرشد استخدام الأسمدة، وفي نفس الوقت ما نرميش أسمدة على الفاضي، تستخدم وفقاً لإحتياجات النبات يعني. والشكل المعروض حالياً يوضح حجم الأسمدة من الأسمدة المعدنية بأنواعها المختلفة، واللي بيظهر قدرة الدولة على وجود فائض في الأسمدة الأزوتية وتصدير، أيضاً الأسمدة الفسفاتية فيها فائض، لكن عندنا بعض عجز بسيط في البوتاسية والأسمدة المخلوطة عندنا الفائض فيها، فإن شاء الله بإضافة هذا الصرح وغيره مع ترشيد الاستخدام سوف تستمر في تحقيق فائض من الأسمدة. فخامة السيد الرئيس، وهنا نشير إلى أننا مستمرين في تنفيذ توجيهات سيادتكم لنا بدعم توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين والفلاحين لزيادة مقدرتهم على مواجهة هذه الظروف وتدعيم قدراتهم الإنتاجية رغم ارتفاع أسعار الأسمدة عالمية، حيث بلغ إجمالي قيمة الدعم المقدم لصغار المزارعين والفلاحين
خلال السنوات الثلاث سنوات الماضية أكثر من 75 مليار جنيه. كما نود أن نضيف بأننا قمنا في إطار برضو الرقابة على منظومة الأسمدة وفقا لتوجيهات سيادتك ودولة الرئيس إن احنا نضمن وصول الأسمدة إلى مستحقيها، عملنا منظومة تفاعلية للرقابة مع شركة إي فاينانس بنبدأ من خلال الاستفادة بالتحول الرقمي والاستفادة من منظومة كارت الفلاح. ده نموذج تطبيق حقيقي، عملنا كارت للعربية اللي راح تحمل عليها رقم العربية، بيتحمل عليها أمر التوريد من الشركة الموردة، يروح يتنقل على الجمعية اللي راح عليها الكمية الأسمدة، وبيطلع البرنت كده بنقدر نراقب دورة تحرك الأسمدة من خلال من وقت خروجها من المصنع إلى وقت توريدها للجمعية المعنية، ثم من خلال متابعة المنصرف من خلال كارت الفلاح بنقدر نراقب منظومة الأسمدة بالكامل في هذا السياق. فقامت السيد الرئيس، وختاماً إنه لمن الفخر أن نتواجد جميعاً اليوم في واحدة من إنجازات الدولة المصرية بتشريف سيادتكم، بما يؤكد أن مصر بجهود قيادتها وأبنائها المخلصين تستطيع المضي قدماً نحو تحقيق الأمن الغذائي من أرض الخير لشعبها العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.